السلام عليكم. درسنا اليوم سينصب حول المجزوءة الأخيرة من مادة اللغة العربية، وهي التي تخص مجزوءات المناهج النقدية الحديثة. سبق وأن تعرفتم على النص النظري الذي يؤطر للمنهج الاجتماعي، وتعرفتم على رواده وعلى تطوراته وعلى كيفية تبلوره إلى أن أصبح منهجا قائما بذاته، له أدوات اشتغال ينصب في دراسة النص على القيم الاجتماعية أو على ما هو اجتماعي، على ربط الأدب بالمجتمع، باعتبار أن العمل الأدبي هو انعكاس لما هو اجتماعي أو انعكاس للواقع الاجتماعي. وتعرفتم على رواد المنهج الاجتماعي، وهو بدأ مع مدام ديستايل، ثم إيبوليتان، ثم إسكاربيات إلى آخره. وبعد ذلك سنجد رواد آخرين، أكيد أنهم رواد هذا المنهج من الغرب، منهم جورج لوكاتش ولوسيان جولدمان. الآن سنحاول أن نطبق هذا على نص تطبيقي، بالأحرى هذا المنهج بآليات اشتغاله وبأدواته سيحاول الكاتب الأمين العمراني أن يوظفه لتحليل رواية دفن الماضي لعبد الكريم غلاب. إذن أول شيء نقوم به لتحليل نص تطبيقي هو تأطير النص كما تعرفنا سابقا. إذن تأطير النص أول مرحلة، سأثبتها هنا. إذن مرحلة التأطير، طبعا أذكركم بأنكم مطالبون بكتابة مقالة خالية من العناوين الجزئية أو العناوين الكبرى. إذن على مستوى التأطير لابد أن نضع النص في سياقه، أو تحديد السياق الثقافي والاجتماعي الذي ساهم في تبلور المنهج الاجتماعي. يعني ما هو السياق الذي ظهر فيه المنهج الاجتماعي؟ ونعرف أن هذه المناهج الغربية الحديثة هي مناهج انبثقت بعد تطور وبعد تحول كبير على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي شهدتها المجتمعات. إذن لابد أن نحدد هذا السياق، ثم بعد ذلك أن نضع إشكالا. إذن هنا طرح الإشكال، هذا الإشكال سيهم بالخصوص قضية النص. إذن سنتساءل فما هي قضية النص وما هي فروعها، ثم سؤال ثاني سنتساءل فيه عن الأساليب، أو عن ما هي الأساليب الحجاجية واللغوية الموظفة في النص. ثم بعد ذلك آخر سؤال، وهو الذي نجيب عنه، هذا السؤال نجيب عنه في بداية في الفهم، مرحلة الفهم، ثم هذا السؤال سنجيب عنه في التحليل، ثم السؤال الأخير سنجيب عنه في التقويم. إلى أي حد، إلى أي حد أو مدى وظف الكاتب آليات اشتغال المنهج الاجتماعي في هذا النص، بمعنى في تحليل رواية دفن الماضي لكريم أو لعبد الكريم غلاب. إذن بعد التأطير سننتقل إلى مرحلة الفهم. إذن مرحلة الفهم هي التي نحدد فيها قضية النص الأساس، ثم العناصر المكونة لهذه القضية. سنفترض أنكم قرأتم هذا النص، وهو
عفوا، لا انا قفزت على واحد المرحله مهمه جدا. لا ماشي هذه، لا قبل الفهم لابد ان ننتقل الى في اطار تطير الملاحظه عفوا. إذن في الملاحظة سننتقل من دراسة المشيرات النصية والعتبات النصية، والغاية ليست غاية الملاحظة وهذه العناصر، دراسة هذه العناصر والعتبات غايتها ليست في ذاتها، وإنما غايتها في أن تسعفنا في طرح افتراضا. إذن سنحاول قراءة العنوان، تحليل العنوان تركيبيا ودلاليا. على مستوى التركيب، ليس بالضرورة وليس المطلوب منكم بالضرورة أن تحللوا العنوان من حيث التركيب، ليس ضروريا، وإنما أن تجعل من هذا التحليل التركيبي مطية لتصل إلى المعنى وإلى الدلالة المطلوبة من هذا العنوان. إذن هنا دفننا الماضي لعبد الكريم غلاب، القيم الاجتماعية الجديدة في رواية دفن الماضي لعبد الكريم غلاب. الآن سأقول بأن هذا العنوان يتكون من شقين. إذا الشق الأول هو الذي يحدد نوع الدراسة، وهو القيم الاجتماعية الجديدة. هذا الشق يحدد نوع الدراسة. والشق الثاني المرتبط برواية دفننا الماضي، هذا يتحدث أو يحدد موضوع الدراسة. إذن موضوع الدراسة هو العمل الأدبي الذي سيطبق فيه المنهج الاجتماعي، ونوع الدراسة هو المنهج الاجتماعي، لأننا سنتحدث عن قيم اجتماعية. إذن لاحظوا كيف نربط ما هو أدبي بما هو اجتماعي. إذن هناك توازي بين السياقين الاجتماعي والمنهج، عفوا الاجتماعي والأدبي. الأدبي بالنسبة للرواية وما يستخرج منها من قيم اجتماعية، والمنهج الاجتماعي يتعلق بالقيم الاجتماعية الجديدة. إذن هذا على مستوى تحليلي العنوان. ننتقل مباشرة بعد تحليل العنوان إلى لنأخذ بعض المشيرات من النص. مثلا سنجد المجتمع المغربي. ليس بالضرورة، هو بالضرورة أن نربط العنوان بالنص، لابد، لكن كيف؟ ليس بالضرورة أن نقرأ بداية النص أو نهاية النص، قد نأخذ مشيرات من داخل النص. مثلا سنجد القيم الاجتماعية، لاحظ القيم الاجتماعية، سنجد الواقعية، سنجد مثلا عندنا مثلا الفوارق الطبقية، المساواة، الفوارق الطبقية، المساواة، إلى غير ذلك. إذن كل هذه المشيرات إضافة إلى العنوان. الآن سنطرح افتراضا أو سنطرح فرضية، هذه الفرضية ستكون مكونة من ثلاثة عناصر. إذن فرضية هنا سأقول بناء على هذه المشيرات، بناء على هذه المشيرات، لاحظ التي هي العنوان وهذه المشيرات التي أخذناها من داخل النص، إضافة إلى صاحب النص ونعرف بأن الأمير العمراني هو ناقد مغربي إلى آخره، نفترض أن النص مقالة. لاحظوا الشق الأول مقالة نقدية، هذا الشق الأول يحدد نوعية النص، لأنه قد نجد مثلا تلميذ يكتب نوعية النص نقطتين مقالة أو قصة، أو هذا ليس صحيحا، بل
أن تحدد نوعية النص لابد أن تنطلق من مجموعة من المشيرات التي تجعلك فقط تتوقع وتفترض. إذا نفترض أن النص مقالة نقدية، الآن افترضت نوعية النص، الآن سننتقل إلى شق ثاني تندرج، بإمكانك أن تدرجها مثلا في مجزوءات، تندرج ضمن مجزوءات مناهج نقدية حديثة. هذه بإمكانك أن تشير إليها أو أن لا تشير، ليس ضروريا، لكن من المفروض أن تحدد موضوع النص. إذا نفترض أن النص مقالة نقدية تندرج ضمن مجزوءات مناهج نقدية حديثة. الآن سنربط هذا بموضوع النص، بما اكتشفناه من دلالات في العنوان وفي تلك المشيرات التي استخرجناها من داخل النص. سنقول مثلا